مقطوعه وهجمه مرتده للاهلي، محمد ديالو بيحاول يحصلها ومعاه على طول احمد البحري، احمد البحري محمد ديالو بيحاول يلعب كره عرضيه تلعب بالراس بالجول، جول جول اهلاوي. طلال المشعل بيعلن عن هدف اهلاوي في الدقيقه 25 من خلال كره ملعوبه من محمد ديالو وبيلعبها على يسار حارس المرمى الاتفاقي. شوف الاعاده وهذه التمريره، وهنا بارتياح تم على طول بالراس يلعبها طلال المشعل والهدف الثاني الاهلاوي. هدفين الاهلي لا شيء الاتفاق. هنا المشكله اذا تقدم بكره يعني في حاله الدفاع يطالب بتغطية المهاجم وكرة طلال مشعل بيحاول يعدي، جول 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 اهلاوي، جول اهلاوي عن طريق طلال المشعل. اذا طلال المشعل يسجل حضوره في الدقيقة 30 من خلال من شوط المباراة الثاني والهدف الثالث، والجماهير الاهلاوية التي استمتعت حقيقة بأداء أهلاوي ونتيجة إيجابية. وديمتري اللي نجح تماما من خلال التشكيل. شوف هذه الإعادة وطلال المشعل اللي بينفرد بحارس المرمى ويلعب كرة داخل الشباك والهدف الثالث الأهلاوي في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثاني أمام الاتفاق في الجولة الثانية من مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.